من مجلس الوزراء الرئيس أعطى التعليمات يعني وحنا نثبتها أنها راح نراقب الأجهزة التدفئة الموجودة في المنازل وفي الشقق. هذا أصبحت ظاهرة خطيرة، لازم يخضعوا كلهم للمراقبة والفحص فيما خبر معتمدة من طرف الجراك. الحل الوحيد نقدر نعطي الثقة في شهادات الاعتماد وشهادة المطابقة اللي يأخذها المنتوج، ونراقب كل ما يستوردوه من الخارج.